بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام مساكم الله بالخير حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حياتنا على شاشة تلفزيون قطر أخي عبدالله مساك الله بالخير مساك الله بالخير أخي نايف مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وبرنامجنا حياتنا اليوم مواضيعنا جميلة وشيقة بنتعرف على أشياء كثيرة اليوم سلمان أكيد اليوم عندنا كذا خبر قبل أن نبدأ في حلقتنا بداية بتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تم خلينا نقول زياده مخصصات طلبه كليه التربيه في جامعه قطر اللي تحت برنامج طموح من طبعا يهدف هذا البرنامج وتهدف هذه الزيادات لتشجيع القطريين والقطريات وابناء القطريات وحمله وثاق السفر للالتحاق بكليه التربيه ومجال التربيه، يعني خبر حلو اخوي عبد الله نفتح فيه هذه الحلقه يعني طالب اللي في كليه التربيه يتخرج بعدها م. ويلتحق في وزاره التعليم يصير مدرس يصير واحد في المجال التربوي الان صار عنده محفز اكثر على اساس انه هو يلتحق صحيح في هذا صحيح. المجال خصوصا ان القرار هذا نزل للقطريين والقطريات والمواليد وطبعا حمله الوثائق يعني تشمل فئه كبيره من الناس هذا القرار يشمل فئه كبيره من الناس وراح يحفزهم ويحمسهم بعد للابداع شاهدنا في الفتره الاخيره مشاهدينا الكرام يعني في اقبال نوعا ما يعني بشكل بسيط على الالتحاق ببيئه التدريس من القطريين نعم. والقطريات وهذا شيء جميل للامانه لما الجيل القادم يدرس ويعد على ايدي ناس من اهل البلد ولو قصور في كل الموجودين في القطاع التربوي ولكن شيء يثلج الصدر لما تشوف شاب قطري يكون مدرس لماده من المواد في المدرسه. نعم وبعد اللي اللي يعني يحمس ويثير الصدر انه يعني تتوقع انه يوم تساله شنو الماده اللي تدرسها؟ تتوقع انه بيقول لك ادرس مثلا العربي، ادرس الشرعيه، المواد السهله هذه لا، تحصله يحب مثلا يدرس الكيمياء، يدرس الفيزياء، يدرس الاحياء، يعني المواد اللي شوي صعبه بس هم يحبون هذه الشغله ويعني بالتوفيق لهم ان شاء الله. بالتوفيق لهم، بالتوفيق لكل من يعمل في قطاع التعليم. وبالتوفيق لكل طلاب كليات التربيه عسى الله يوفقكم ان شاء الله ويعينكم لان انتم في تخصص من التخصصات المهمه جدا واللي احنا في حاجه لها. موضوع ثاني مشاهدينا الكرام راح نتكلم عنه الحين وهو اللي رايح الحين طريق بني هاجر في او ما يسمى بطريق خليفه افنيو هذا الخط السريع راح يشهد افتتاح هيئه الاشغال العامه اشغال امس احد الجسور العلويه في هذا الطريق اخوي عبد الله الطريق يعني يربط لك الشرق دوله قطر بالغرب طريق عجيب طريقه لفافري كل ما اروح هناك تروح صوب مول تروح صوب قاعات الرفاع مثلا صح. تشوف تغير في الطريق بشكل مش طبيعي طبعا يعني الطريق اللي افتتحوه يعني يبلغ طوله نحو 1.15 كيلو ويتالف من مسارين المسار الواحد يستوعب يعني يستوعب 1500 سياره او 1500 مركبه في الساعه يعني طريق راح يفيد الكثير وراح يساعد الكثير صد طبعا يعني اللي يمر في ذيك المنطقه يعني رايح مثلا على سبيل المثال طريق بني هاجر او م. رايح صوب خان راح يلاحظ تغير كبير وراح يلاحظ ايضا تطور في عمليه خلينا نقول في عملية إنشاء هذه الطرق وأيضا انسيابية الحركة المرورية لفتح مسارات أكبر وأكبر نعم ننتقل إلى تقاريرنا خذرت. سلمان طبعا في هذا التقرير راح نتعرف على أهم تحذيرات نشرتها مؤسسة حملة الطبية عن أمراض الصيف المعدية ونصائح للمقبلين على السفر باخذ الحيطه والحذر التفاصيل مشاهدينا في هذا التقرير. شدد مركز الامراض الانتقاليه بمؤسسه حمد الطبيه هذه الايام على ضروره الحيطه من الامراض المعدية خلال فترة الصيف. وذلك باخذ الاحتياطات اللازمه اثناء السفر لتجنب الاصابه بالامراض المعدية خاصة امراض الجهاز التنفسي مع ضرورة اجراء الفحوصات اللازمة عند العودة من الخارج خاصة لمن يقضون فترات طويلة خارج الدولة. وجود الاطباء المتخصصين ذوي الكفاءة العالية في دولة قطر وارتفاع نسب نجاح العلاج لتصل الى 100% من الحالات التي ترددت على المركز في الفتره الماضيه عامل من اهم العوامل التي جعلت مركز الامراض الانتقاليه بمؤسسه حمد الطبيه في مقدمه المراكز المتخصصه في المجال هذا علاوه على ان الاطباء والعاملين بالمركز متخصصون في تشخيص وعلاج الامراض المعديه بشتى انواعها مع تقديم خدمات الدعم والارشاد للمرضى خاصة بعد الإصابة بالمرض رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا هذا التقرير وشفنا هذه التحذيرات من قبل مؤسسة حمد الطبية خصوصا خلال فترة الصيف واللي حابين يسافرون في هذه الإجازة يعني قبل لا تسافر عبد الله انتبه لهذه التحذيرات روح خذ لك تطعيم روح في المركز الصحي ايش اللي يحتاجونه ايش الامور اللي يبونه اساس ان انت تسافر وترجع يعني امورك طيبه باذن الله باذن الله مشاهدينا الكرام اولى فقراتنا ان شاء الله الحواريه راح تكون بعد هذا التقرير سيكون معنا بعد قليل السيد مكسيم نصرة أخصائي صيانة الكتب إدارة المجموعات المميزة مكتبة قطر الوطنية صرح ثقافي فريد من نوعه تم تدشينه على احدث الطرازات العالميه الحديثه تضم اكثر من مليون كتاب في جميع انواع المعرفه والعلوم الطبيعيه والادبيه والانسانيه باكثر من عشرين لغه مكتبه قطر الوطنيه تمثل اضافه نوعيه للمشهد الثقافي في قطر حيث تتطلع للانضمام الى مصاف ارقى المؤسسات العالميه في مجالات التعلم والبحوث والثقافه واداء دور ريادي في الحفاظ على تراث قطر والمنطقه مكتبه قطر العصريه الحديثه واجهه ثقافيه مشرفه ومفخره وطنيه على مستوى العالم رجعنا لكم مشاهدينا الكرام طبعا مكتبة قطر الوطنية صرح كبير يهم الكبار والصغار طبعا اللي محبين القراءة واللي محبين الكتب طبعا هذه المكتبة الكبيرة مشاهدينا الكرام راح نستكمل معاكم اولى فقراتنا الحوارية ولكن بعد هذا الفاصل. سيكون معنا بعد قليل السيد مكسيم نصرة أخصائي صيانة الكتب إدارة المجموعات المميزة في مكتبه قطر الوطنيه ابقوا معنا مشاهدينا الكرام وقعت مكتبه قطر الوطنيه ومنظمه الامم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه اليونسكو اتفاقيه للتعاون المشترك في تنفيذ مشروع بعنوان دعم مكتبات التراث الوثائقي في المنطقه العربيه. وتاتي اهميه هذه الاتفاقيه لتعزيز دور كل من المكتبه واليونسكو في الحفاظ على التراث الثقافي الفني الموجود في المكتبات في شتى انحاء المنطقه العربيه. مشاهدينا الكرام نظرا لمكانه مكتبه قطر الوطنيه اليوم آه، راح تنعكس هذه الاتفاقيه الموقعه مع اليونسكو على مختلف النواحي الثقافيه والتعليميه والفنيه عندنا في قطر وايضا المنطقه العربيه بشكل عام. طبعا الحديث اكثر عن الموضوع يسعدنا ان نستضيف السيد مكسيم نصره اخصائي صيانه الكتب باداره المجموعات المميزه في مكتبه قطر الوطنيه حياك الله ويانا ونورتنا. شكرا لك مساء الخير تحياتي لكم تحياتي لجميع المشاهدين. عبر شاشة تلفزيون قطر اهلا فيك احنا أهلا سعداء, سعداء, سعداء جدا بتواجدك معنا في برنامج حياتنا قبل أن نتكلم عن هذه الاتفاقيه يا ريت لو نعطي نبذه للساده المشاهدين عن اهميه مكانه او مكتبه قطر اليوم في تعزيز مكانه دوله قطر الثقافيه الاجتماعيه على مستوى قطر وحتى على مستوى العالم تماما هلا تلعب مكتبه قطر الوطنيه مسؤوليه كبيره ودور كبير في الحفاظ على التراث الوطني لدوله قطر تقوم المكتبه بحفظ التراث والتاريخ المكتوب لدوله قطر والمحافظه عليه وصيانته واتاحته للجميع من خلال المكتبه التراثيه الموجوده في قلب مكتبه قطر الوطنيه هذه المكتبه التراثيه التي تضم مقتنيات مميزه من الكتب القديمه المطبوعه من المخطوطات من الخرائط من الصور بالاضافه الى التراث السمعي والبصري كالتسجيلات الصوتيه والفيديوهات او الافلام بالاضافه الى الوثائق والسجلات التاريخيه. تتيح مكتبه قطر الوطنيه فرص متكافئه للمواطنين ولجميع المقيمين على دوله في دوله قطر لامكانيه الوصول الى موارد المكتبه الى مرافقها الى تجهيزاتها. للاستفاده منها بما, بما يؤدي الى تعزيز الابداع للافراد لتنميه معارفهم الثقافيه لتزويدهم بقدرات اتخاذ القرارات بشكل مستقل تلعب المكتبه ايضا دور مهم في مسيره تحول دوله قطر من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعيه الى اقتصاد قائم على المعرفه للوصول الى اقتصاد مستدام يعتمد على التنوع في مصادر الدخل وذلك من خلال إتاحة المعارف الضرورية واللازمة للطلبة وللباحثين وللعاملين بما يسهم أو يعزز فرص التعلم مدى الحياة بما <applause> يؤدي إلى تمكين الأفراد والمجتمع وهذا كله يسهم في النهاية إلى تحقيق مستقبل أفضل للجميع زين ودنا نتكلم الحين عن الاتفاقيه اللي وقعت مع بين مكتبه قطر الوطنيه وبين اليونسكو نبي نعرف شنو الاهداف من التوقيع في تمام التوقيع هلا تم توقيع اتفاقيه بين مكتبه قطر الوطنيه وبين منظمه الامم المتحده للتربيه والتعليم والثقافه اليونسكو تحت عنوان دعم مكتبات التراث الوثائقي يعني. في المنطقه العربيه انطلاقا من الواقع المهم جدا ذات الذي بان المنطقه العربيه لديها ارث ثقافي وثائقي استثنائي يسلط الضوء على الارث وعلى الهويه المميزه للمنطقه العربيه، هذا الارث ارث المنطقه العربيه حول هويتها وتاريخها ومعارفها واسهاماتها في تاريخ البشريه في العلوم وفي المعارف وفي الثقافه وفي الاتصال آه، هذا الارث الوثائقي يتضمن الكتب المطبوعه يتضمن المخطوطات الوثائق والسجلات التاريخيه الصور الافلام التسجيلات الصوتيه هذه المقتنيات الوثائقيه كلها موجوده في المكتبات التراثيه الوطنيه او مؤسسات الارشيف طبعا في المنطقه العربيه او في مكتبات المتاحف او في مكتبات الجامعات او المؤسسات الاخرى المعنيه بحفظ التراث الوثائقي او موجوده لدى عائلات العائلات او في قطاع خاص او لدى الافراد الذين ورثوها مثلا عن اجدادهم فهذه المقتنيات هذا الارث الوثائقي معرض للتلف او للفقدان بسبب عوامل كثيره صحيح. ذلك ان المؤسسات هذه المعنيه او المكتبات التراثيه البنيه التحتيه لحفظ هذا التراث الوثائقي محدوده القدرات التكنولوجيه محدوده عدم توفر الموارد الماليه الخبرات الفنيه للموارد البشريه ليست على مستوى عالي لحفاظ على هذا التراث الوثائقي بالاضافه الى ان بعض البلدان تمر بازمات بالاضافه الى الكوارث الطبيعيه جميع هذه العوامل هي عوامل مسببة لتلف هذه الـ هذا الارث الوثائقي أو لضياعه أو لفقدانه بشكل كامل <applause> فانطلاقا من أهمية هذا الارث الوثائقي الذي لديه قدرة هائلة للإلهام للتنمية في بلدان المنطقة انطلاقا من أهمية الثقافة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فالثقافة دور في التنمية الشاملة دورها <applause> أساسي وهذا <applause> الارث ليس مهم فقط للمنطقة العربية بل هو الإنسانية وهو جهد باتجاه الحوار وبين الثقافات وباتجاه الاحترام وباتجاه التفاهم، فتم توقيع هذه الاتفاقيه والغرض العام منها هو مسح واقع حاله المكتبات التراثيه في الوطن العربي، رصد ما هي التحديات والمشكلات التي تواجهها لزياده ورفع قدرات المكتبات التراثيه من اجل صيانه الارث الوثائقي الموجود لديها ومن اجل رفع الوعي في المنطقه حول اهميه الحفاظ على التراث الوثائقي جميل اذا اساسا وضح صوره للساده المشاهدين التراث الوثائقي المقصود منه هو الارث المسموع المرئي هذه المواد التراثيه التي تعكس طبيعة هذا المجتمع السابقة ولكن لو تمام. تحدث أكثر عن هذه الاتفاقية بالتحديد ونتكلم عن أبرز النتائج التي ستستفيد منها دولة قطر ومكتبة قطر الوطنية بشكل خصوص من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع اليونسكو هلا الاتفاقية يوجد ثلاث أولويات استراتيجية أو ثلاث مجالات أولا سوف نقوم بعمل مسح شامل لمكتبات م. تراث في المنطقة العربية سوف نعتمد على قاعدة بيانات موجودة في مكتبة قطر الوطنية وسوف نقوم بزيادة هذه قاعدة البيانات وتطويرها بالتعاون مع اليونسكو ومكاتب تكون موجوده في المنطقه ثم سوف نعد استبيان علمي ليدرس حاله هذه المكتبات التراثيه الاستراتيجيات الموضوعه لصيانه التراث الوثائقي للاطر القانونيه المتبعه كفاءه الموارد البشريه هل يوجد لديهم استراتيجيات للرقمنه ما هي التحديات التي يواجهونها ما هي قدراتهم الى ما هنالك، نتائج هذا الاستبيان سوف ننتقل الى المرحله الثانيه من الاتفاقيه وهي العمل على رفع قدره م. المكتبات التراثيه في المنطقه العربيه، وفي المرحله الثالثه او الاولويه الثالثه للاتفاقيه هي نشر الوعي وتبادل المعارف والمعلومات وانشاء شبكه مهنيه بين العاملين في مجال صيانه التراث الوثائقي في المنطقه لزياده الوعي باهميه صيانه التراث الوثائقي. نعم، ودنا نتكلم عن أهمية الاتفاقية في تعزيز دور مكتبة قطر الوطنية بوصف أن المكتبة هي المركز الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط. شنو أهمية الـ 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 الاتفاقية هذه؟ تمام. هلا مكتبة قطر الوطنية تم اختيارها منذ عام مم. 2015 من قبل الافلا وهي الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، تم م. اختيار مكتبه قطر الوطنيه لتكون المركز الاقليمي لصيانه مواد المكتبات والمحافظه عليها في المنطقه العربيه. م. ومنذ ذلك التاريخ من 2015 وحتى الان كانت لعبت كانت قطر هي مؤسسه رئيسيه دوليه واقليميه لتعزيز صيانه راس الوثائق في المنطقه، م. وتم تنفيذ عدد كبير من الورشات والدورات التدريبيه وترجمه عدد من الوثائق م. الفنيه من الى اللغه العربيه و انشاء فيديوهات باللغه العربيه حول صيانه التراث الوثائقي فهذه الاتفاقيه الان مع اليونسكو من اهميه التعاون الدولي في صيانه التراث الوثائقي هي خطوه اخرى في المسار الذي تتبعه دوله قطر ومكتبه قطر الوطنيه لصيانه التراث الوثائقي الموجود في المنطقه طيب. نتائج الاتفاقيه حيكون عندنا ثلاث نتائج مهمه جدا سوف يكون هناك مؤتمر اقليمي حول صيانه طيب. التراث الوثائقي في المنطقه سوف يتم دعوه ممثلين عن مكتبات تراثيه في المنطقه بالاضافه خبراء دوليين للتحدث عن نتائج الاستبيان الذي سوف يرسل وعن أهداف البرنامج في المراحل التالية اليوم انا الاحظ استاذي من خلال حديثك اليوم تتكلم عن المكتبات الثقافيه في الدول العربيه بشكل عام والاتفاقيه موقعة مع مكتبه قطر الوطنيه هل يعتبر اليوم اختيار منظمه الافله مثل ما ذكرت لمكتبه قطر الوطنيه كمركز لكل مكاتب الوطن العربي هو سبب ان هذه الاتفاقيه ستعود بالفائده على باقي الارث الوثائقي للدول العربيه بشكل عام تماما تماما لان هذه الاتفاقيه من نتائجها سوف نقوم بعمل دورات تدريبيه في مجالات الصيانه الوقائيه لرفع قدرات العاملين في مكتبات تراسية حول مفاهيم الصيانه الوقائيه لرفع قدراتهم الفنيه للتدريب ولاتباع الاجراءات الضروريه والملائمه لصيانه م. المواد المقتنيات الموجوده لديهم، استخدام الوسائل المناسبه والادوات المناسبه والحفظ في البيئات المناسبه ان كان في المخازن او في صالات العرض او خلال نقل هذه المواد، بالاضافه الى ورشات تدريبيه حول اداره المقتنيات وتقنيات التوثيق دورات خاصة للبلدان التي تتعرض بأزمات سوف دورات خاصة للكوادر الموجودة هناك فهو فهذه الاتفاقية سوف تكرس دور مكتبة قطر الوطنية لصيانة التراث الوثائقي الموجود في المنطقة العربية المنطقة العربية كلها تمام. جميل. سيد مكسيم كلمة أخيرة توجهها للمشاهدين تلفزيون قطر شكرا لكم على هذا اللقاء انه القينا الضوء على هذه الاتفاقيه وتحيه نعم. لجميع مشاهدين برنامج حياتنا على شاشه تلفزيون قطر نعم شكرا السيد مكسيم نصرة اخصائي صيانه الكتب باداره المجموعات المميزه في مكتبه قطر الوطنيه شكرا على حضورك شكراً, شكرا لك كل الشكر لك على تواجدك معنا في برنامج حياتنا مشاهدينا الكرام راح ننتقل مباشره من استديو برنامج حياتنا بتلفزيون قطر الى زميلنا واخونا محمد الحمادي المتواجد في محمد الله بالخير والكلمة عندك يا محمد. الله يسعد لي مساكم بكل خير عبد الله الهلابي وايضا سلمان يوسف والزملاء الموجودين في الاستديو كل طاقم البرنامج نمسي عليكم مشاهدي شاشه تلفزيون قطر في كل مره نلتقي من اجل ان احنا نسلط الضوء اكثر على الفنانين على المبدعين وايضا على المميزين اليوم لنا موعد مع احدى الورشات المقامه في كتاره وفي منصه الثقافات فعلا اليوم لنا موعد مع الفنان المميز حمد المطاوعه حياك الله معانا في البداية ودي أتعرف عن ورشة اليوم وكونك أيضا انتقلت ما بين فن الكولاج وفن الكرتون والأنمي فاليوم أيضا ورشة أخرى إذا ممكن أتعرف عليها في البداية أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوجه شكر حق كتارة هم سهلوا لي الوضع بالأخص الأخت حية المهندي ورشة اليوم هي عبارة عن الرسم على القماش تكنيك الرسم على القماش الادوات المستخدمه حق رسم القماش انت تقدر ترسم يعني او الطالب نفسه يقدر يرسم ويستغل هالشيء في استخدام يومي من ناحيه الاكياس من ناحيه البنايل الملابس وكل شيء بالنسبه لاول يوم اليوم صحيح لا، اليوم. اليوم يعتبر يوم اليوم الاخير اذا بعد المرحلة هذه اللي كانت موجودة معاكم ومع الموجودين في الورشة كيف كان الإقبال؟ كيف كان التعاون بينك وبين الموجودين الحضور في هذه الورشة؟ الحمد لله يعني بصراحة أنا أشوف إنجازاتهم من أروع ما يكون مثل ما تشوف هي قدامك عندهم خلفية فنية فتعطيهم بس لمسات بسيطة وتخليهم يبدعون، احنا أعطيناهم الوقت وأعطيناهم المادة بالنسبة للموجودين أيضا في ورشة إذا بنركز على نقطة أخرى وهي النتائج التي ستكون من خلال وجود هذه الورشة لهم وبقية الورشات أيضا تضيف للمنتسبين تضيف لهم من معلومات من مهارات فبالتالي إذا نأخذ أهداف هذه الورشة المقامة هي تشوف هي تعطيهم تجربة جديدة من ناحية جديدة وبنفس الشيء إذا هي تبي تفتح لها بزنس في المستقبل كصنع يدوي تشتغل يدوي وتبيع هاي شيء يرجع لها بعد. هل تشوف ان هذا النوع من الفن الرسم على القماش موجود حاليا ومنتشر بشكل كبير جدا ام يحتاج الى دعم وتشجيع وتوعيه اكثر؟ هو بالضبط يبي له دعم، يبي له تشجيع، يبي له وقت، يبي له ممارسه بس الحمد لله يعني يعني كل واحده بكره ان شاء الله تقدر تطلع لها براند بنفسها. كم الوقت المتوقع بالنسبه لك بان الشخص ممكن يعني يكون له نتاج شيء جميل من خلال القماش. يعني الكيس الواحد بياخذ منها تقريبا يوم. إذا بتشتغل عليه يوم يومين بالكثير. الورش القادمة إن شاء الله في خطة. إن شاء الله بإذن الله. <applause> آه نحاول نغير شوي. جميل جداً. نراك على خير بإذن الله تعالى ونراك أيضا في تقدم في معارض قادمة راح تشارك فيها في الأيام المقبلة. إن شاء الله تاريخ خمسة ثمانية عندنا كلار بار آه في كتارة بعد نفس الشيء. بيكون على الكرتون الله يقويك ونشوفك على خير ان شاء الله الحمد حلو جدا فعلا بين فترة والثانية نلتقي بشخصيات يكفي بأن أنت تكون فعلا شخصية إضافة لمجالك تنفرد مميز عن البقية بشيء بفن من الفنون ب... بأشياء كثيرة أخرى فبالتالي هذا الموجود في كتارة ونلتقي أكيد على خير بإذن الله تعالى خلال الأيام المقبلة من خلال الفنانين ومن خلال أيضا المبدعين في شتى المجالات والعودة للزملاء كل الشكر لك اخوي محمد الحمادي على هذه التغطيه المميزه وكل الشكر ايضا لضيفك الكريم من المؤسسه العامه للحي الثقافي كتر نروح الحين نروح مشاهدينا الكرام بفضل الدعم اللامحدود اللي تقدمه الدوله اصبح الشباب القطري اكثر طموحا وتعطشا لتحقيق مزيد من النجاح الملحوظ في شتى المجالات التنمويه في دوله قطر مستمرين معاكم ولكن بعد هذا التقرير سنستضيف بعد قليل السيدة رقية السادة مستشارة ريادة أعمال بمركز بداية. ابقوا معنا. لأن شبابهم المستقبل ولأن طموحهم لا حدود له عملت دولة قطر على تقديم التسهيلات والدعم لهذه الفئة ممن يرغبون في العمل على مشاريعهم الاقتصاديه الخاصه سواء كانت صغيره ام متوسطه حتى يكونوا رواد اعمال المستقبل حاضنه قطر للاعمال تعد من اهم المؤسسات التي تهتم باحتضان رواد الاعمال الشباب وتقديم المساعده لهم حيث تمكن رواد الاعمال من انشاء وتنميه شركاتهم من خلال توفير الاحتضان والتطوير والاستثمار والربط، اضافه الى تقديم مجموعه واسعه من الحلول والموارد المساعده على بدء وتنميه مشروع مبتكر ومجد في قطر. تحويل التحديات الى فرص والفكره الى حقيقه. هي ما تفخر به حاضنه قطر للاعمال من خلال دعمها المشاريع رفيعه المستوى والواعده بوصفها جزءا من خطه اوسع للعب دور فعال في مسيره دوله قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفه والمساهمه في دفع عجله التنويع الاقتصادي في المستقبل اهلا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، مثل ما الكل يعرف يعتبر دعم رياده الاعمال في قطر بجميع الفئات هو التوجه هام عندنا في الدوله بجميع المؤسسات، ووفرت الدوله منصات عديده لابراز مشاريع رواد الاعمال والترويج لها، وانعكست اكيد هذه الجهود على منتجات رواد الاعمال واصبحت تضاهي العلامات التجاريه الكبيره. طبعا الحديث اكثر عن الموضوع يسعدنا نستضيف السيده رقيه الساده مستشاره رياده الاعمال في مركز بدايه للتطوير المهني ورياده الاعمال حياك الله ويانا الله يحييك احنا سعداء جدا بتواجد معنا في برنامج حياتنا ويا ليت بدايه تحكين عن اهميه رياده الاعمال في الاقتصاد عندنا في دوله قطر بشكل عام طبعا مثل ما احنا نعرف ان اقتصاد دوله قطر معتمد اكثر شيء على البترول وعلى الغاز طبعا هالاشياء ما راح تستمر معنا فترة طويلة، فلازم ندور لها بدائل عشان نقدر نقدر نستمر اقتصادنا يستمر، فريادة الأعمال هي المستقبل بالنسبة لنا، فهي م. اللي الدولة راح تعتمد على ريادة الأعمال في المستقبل، فهي اللي راح تفتح مجال حق الـ حق الـ حق رواد الأعمال، م. وحق الدولة بشكل عام. فبالنسبه لنا ان رياده الاعمال هي اقتصاد الدوله نعم. للمستقبل. نعم، ودنا يعني لاحظنا الفتره الاخيره ان لقينا اقبال كبير من الشباب القطري في اقتحام قطاع رياده الاعمال، ودنا نتكلم عن اسباب هذه الزياده. اسباب هذه الزياده مثل ما قلت الناس اكثر شيء معتمدين احنا حاليا اقتصادنا معتمد على م. البترول والغاز، فلما الناس يستوعبون ويصير في ثقافه ان احنا هالشيء راح يخلص من عندنا وما راح يستمر معنا فاحنا لازم ندور بدائل حق هالاشياء فاتوقع ميول الناس حق هالشيء من الحين ميول الناس تحول حق رياده الاعمال بشكل عام عشان الثقافه اللي طلعت وعشان الناس يعرفون ان يعني نحتاج ان احنا نفكر بطريقه مختلفه عشان اقتصادنا اقتصادنا يدوم برايت رقيه سبب زياده ثقافه رياده الاعمال في دوله قطر شو اللي صار على اساس ان هذه الثقافه بدأت تنتشر والله الحمد بشكل ايجابي عندنا في المجتمع نشوف الشباب يتجهون لحاضنات رياده الاعمال عندنا في قطر وبدايه على سبيل المثال توجه الدوله اكثر شيء قاعد يشجع الناس او الشباب انهم يفتحون مشاريعهم الخاصة، وكثرة الموارد اللي موجودة عندنا قاعدة تشجع الناس انهم يفتحون مشاريعهم الخاصة، خاصة ان هالموارد او الريسورسز الموجودة عندنا مش متاحة في الدول الأخرى، فإنهم هم يشوفون هالشيء قدامهم، فليش احنا ما نستغله في صالحنا؟ في صالح ديرتنا في النهاية، يعني جميل. لازم نسوي هالشيء. نعم، مركز بداية تشكرون طبعا وعندكم إنجازات كثيرة، ودنا نتكلم عن الإنجازات اللي حققتوها في قسم ريادة الأعمال في مركز بداية خلال النصف الأول من من هذا العام. طبعا مركز بداية احنا دوامنا وايد طويل م. فعندنا وايد برامج سويناها اولها اللي يعني بدينا بالسنه كان نهايه نهايه المخيم الشتوي عندنا م. فاول بدايه السنه في شهر واحد كان عندنا المخيم كان عندنا بطوله سيف الامير كانت عالميه وناس ضيوف من برا جوانا فكان فرصه حق رواد الاعمال خاصه اللي, 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 اول مره يشاركون في معرض او اللي اول مره يكونون موجودين على الساحه اللي ممكن الناس تعرفون عليهم كان عندنا ال الورش الشهريه اللي احنا نسويها اللي تساعدهم انهم يكتشفون ذاتهم اكثر م. يكتشفون شنو ميولهم اكثر بالتالي انهم يقدرون يختارون المشروع اللي يناسبهم اكثر كشخصيه او كالمهارات اللي هم يمتلكونها غير النتوركينج سيشنز اللي عندنا كل شهر تتكلم في موضوع معين مثلا لو كان موضوع اساسيات رياده الاعمال فنجيب مثلا شركات مختلفه الناس يقدرون يعرفون شنو هي اساسيات رياده الاعمال شنو هي الشركات اللي ممكن تساعدهم قبل لا يبدون مشروعهم او اذا هم بدا مشروعهم في ويعانون من مشاكل بسيطه في الوسط يقدرون المشاك المشاريع الثانيه تقدر تحلهم مشاكلهم جميل اليوم رقية أساسا بسطها للمشاهد الكريم اللي يتابعنا من خلال برنامج حياتنا ممكن عنده اهتمام في ريادة الأعمال شخص عنده اهتمام في ريادة الأعمال حاب أنه يبدأ مشروعه الفريد من نوعه ويتوجه لكم في مركز بداية أبي الخطوات من الفكره اللي موجوده في باله الين يوصل عندكم في مركز بدايه ويبدا بهذا المشروع. طبعا احنا من اسمنا بدايه، احنا نبدا م. معاهم من اول شيء، فاغلب الناس اللي يجون يكون يا طلاب او طلاب في المرحله الثانويه او طلاب في المرحله الجامعيه، في منهم موظفين ما اقول لا، بس اغلب الفئه اللي احنا نستهدفها اكثر شيء يكونون طلاب، فيكون عندهم مجرد فكره، ما تكون عندهم اساسيات رياده الاعمال، فاحنا نقعد معاهم نشوف شنو هو ميولهم، شنو الاشياء اللي هم يحبونها، الاشياء اللي تعتبر بالنسبة لهم شغف. ويقدرون يحولونها حق وظيفة أو يقدرون يحولونها حق مشروع ريادي بالنسبة لهم. فإحنا نحب نبدأ في البداية إن إحنا نعرف شنو نكتشف الشخص نفسه، شنو هي الأشياء اللي يحبها. وعلى اساسها نواجهها بالطريقه الصحيحه حق المشروع حلو. قبل لا نوصل للمراحل الثانيه شلون يتقدم لكم في مركز بدايه هل يتجه لكم للمقر على الموقع الالكتروني طريقه على اساس انه هو يوصل لمركز بدايه اول شيء عن طريق الموقع الالكتروني تسجيل حق حق الجلسات الاستشاريه عندك احنا موجودين في كتار مبنى رقم 30 م. وموجودين بعد في شارع البنوك مبنى المجاب بالحق مبنى بنك قطر للتنميه في الطابق السادس فاي حد عنده اي استفسار اي سؤال ممكن انه هو يتوجه دايركت على المركز او يتواصل معنا وكل المعلومات اللي احنا عندنا سواء برامج سواء ورش سواء فعاليات كلها نعلنها عن عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فدائما يكون الناس اب تو ديت معنا. جميل زين آه نبي نتكلم عن الدعم اللي قدمه مركز بدايه يعني انت ذكرتي عن البرامج والورش وهذه الامور شنو هي البرامج بالضبط اللي يقدمونها في مركز بدايه اول شيء الشيء الاساسي اللي احنا نقدمه للناس اللي هي الجلسات الاستشاريه <تصفيق> المجانيه <تصفيق> طبعا جلسات استشارية المجانيه اذا حد عنده فكره او حد عنده مشروع وحاب انه هو يتناقش مع مستشار آه يقول له شنو هو المشاكل اللي يواجهها او شلون هو ينفذ فكرته ويحولها لارض الواقع فيقعد معه مستشار آه يفهم منه شنو المشاكل اللي يعانيها وشنو المشروع اللي يبيه يبي, يبي يفتحه وبناء على هالمعلومات اللي احنا نقدر ناخذها من الشخص نفسه نقدر نعطيه الدايركشن اللي هو يروح فيه عشان يقدر يبدا مشروعه آه الشيء الثاني اللي هو الورشات الشهرية عندنا نوعين من الورش الشهرية أو نوع من الورش الشهرية اللي هو الورش اللي فيها تستكشف الذات أكثر أو تطور في الذات أكثر فهاي الورش إن هي تساعد الأشخاص إنهم يبنون شخصياتهم أكثر عشان لما يدشوا مجال ريادة الأعمال لأن مجال ريادة الأعمال شوي صعب يبيلها شوية جرأة يبيلها شوية حركة يبيلها إن أنت تتعرف على الناس فنحاول نخليهم انهم يطلعون شوي من قوقعاتهم وما يخافون الشيء الثالث اللي هو الـ networking sessions اللي احنا عندنا اياها بشكل شهري networking sessions اللي هي كل شهر مثلا يكون عندنا theme سواء انه مثلا كان عندنا من قبل how to go digital يعني شلون الواحد يقدر ينقل مشروع من 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 ارض الواقع الى المجال المجال الرقمي المجال الرقمي بالضبط فيعني هاي نوع من انواع الـ الـ الثيمات فنجيب ناس من مجال من هالمجال اكثر من من شركه او اكثر من خبير يتكلمون عن تجربتهم ويحاولون يفيدون الناس الثانيين انهم شلون يقدرون يطورون من مشروعهم وشلون يقدرون يبدون مشروعهم في هالمجال. نعم، هل في شخص مثلا دخل عليكم عند الاستشاريين الاستشاره تقدمونها مجانا كانت عنده فكره وغيرها يعني تغيرت بشكل كامل او كان عنده فكره يعني تغيرت؟ يعني في ناس وايد لما يجونا يعني يقولون مثلا يبون يفتحون فرانشايز من برا أه. سواء كان من الكويت امريكا آه فاحنا نحاول نقول لهم انه بدل ما تاخذون شيء جاهز انتم حاولوا تغيرون صحيح. حاولوا تجيبون شيء يعني انتم من نفسكم تبدون فيه من الصفر آه غالبا الناس يجون يبون يفتحون كوفي شوبز م. ولا يبون يفتحون مطعم فاحنا نحاول نوجههم حق توجه غير الـ الكوفي شوب غير السبيشاليتي كوفي غير السبيشاليتي كوفي <applause> اللي الكل الحين فاحنا قاعدين نحاول نغير من طريقه تفكيرهم يعني آه عاده نعطي المثال انه بدل ما افكر انه انا مثلا اصنع عطر ليش ما نفكر م. احنا نكون الشخص اللي صنع غرشه العطر نفسها فدائما الناس نفسهم يقعدون يفكرون في الشيء البرودكت كامل بس ما يفكرون في الاشياء اللي لها علاقه بهالشيء ايوه ديمين. انت ذكرتي من خلال حديث حديثك ان مجال رياده الاعمال مجال صعب لكن م. اليوم قاعد نشوف بغض النظر عن الشباب اللي قاعد يدخلون في مجال رياده الاعمال قاعد نشوف بنات قطريات قاعد نشوف المراه القطريه ايضا متواجده في مجال رياده الاعمال اليوم شيء يخلي المراه القطريه تتجه الى هذا المجال وتكون رقم صعب في السوق القطري في مجال رياده الاعمال <سؤة> شوي سؤال صعب <صفح> <applause> بس انا اتوقع دعم الدوله نفسها يعني دعم الدوله نفسها انها هي تحت المجال حق حق المراه القطريه ان هي قديش مجال رياده الاعمال بسهوله ما في مقارنه بينها وبين الرجل في هالمجال وكل واحد يعني اتوقع شعور حلو ان مثلا المراه نفسها تكون هي فاتحه البزنس البزنس او المشروع الخاص فيها وهي تسويه من نفسها فاتوقع اهم شيء هو دعم الدوله اللي خلاها تدش مجال رياده الاعمال. نعم وطبعا انتم ما قصرتوا وابدعتوا في في هذا المجال، نبي كلمه اخيره توجهينها لمشاهدين تلفزيون قطر. اوكي، كلمه اخيره، انا طبعا دائما احث الناس انهم يبدون يفتحون مشاريعهم الخاصه نعم. لان في النهايه الدوله واقتصاد الدوله راح يعتمد عليكم. آه واذا كانت عندكم فكره او خطه او يعني لمحه حتى لو نتفه بسيطه توجهوا حق المركز احنا نحاول نساعدكم قد ما نقدر. وبالعكس مجال رياده الاعمال صدق انه هو يخوف وانه هو يحتاج مجهود منكم لكن في النهايه اذا انتم بذلت المجهود كل الريسورسز موجوده بس المهم اهم شيء ان انتم تتحركون تسعون تدورون وان شاء الله مشروعكم يتحقق. جميل اختي رقيه الساده مستشاره رياده الاعمال في مركز بدايه التطوير المهني ورياده الاعمال الف شكر لك على تواجدك معنا في حياتنا ونتمنى لك التوفيق ونتمنى ايضا لمركز بدايه التوفيق في قادم الفعاليات <تكلم> ان شاء الله. شكرا مشاهدينا الكرام فقرتنا القادمه والاخيره لهذه الحلقه راح تكون عن مبادره بست باديز قطر. سالفه هذه المبادره شو الموضوع؟ تفاصيل اكثر راح تكون بعد هذا الفاصل. سيكون معنا بعد قليل المخترع محمد الجفيري مستشار تدريب اعداد قاده. ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام تسعى المؤسسات العلميه الى احتضان الشاب المبتكر الذي اشغلته العلوم وعالم الاختراعات والاستكشافات واللي خاض التجربه من اجل الانسانيه ليقدم تجارب فريده ومفيده للمجتمع وللوطن. وتميزت مبادره بست باديس قطر بافضل ابتكارات الشباب حيث قدم عدد من الشباب القطري الواعد ابتكارات ذكيه والعديد من الحلول المبتكره لمشاكل ذوي الاعاقه وكذلك البيئه. وللوقوف على التجربة وتفاصيل مبادرة بيست باديز قطر نلتقي بالمخترع محمد الجفيري وهو أيضا مستشار تدريب إعداد قادة حياك الله ويانا وما قصرت الله يعطيكم الصحة والعافية شكرا جزاكم الله خير احنا سعداء جدا بتواجدك معنا في برنامج حياتنا بداية قبل ان ندش في تفاصيل الموضوع مبادره بست بدز قطر العديد من الشباب الشباب القطري شاركوا في هذه المبادره من خلال ابتكارات واختراعات حدثنا اكثر عن الحلول والابتكارات اللي تناولتها هذه المبادره فيما يتعلق بجانب الابتكارات طيب انا بتكلم عن بست بوديز كم شنو شنو هي كمبادره طبعا بست بوديز الفكره باختصار عندنا فئه من ذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه نعم. هذول يبون يكونون صداقات مع المجتمع فالمبادره هذه عباره عن ايش انت تجيب واحد من الشباب العاديين اللي ما عنده اي اعاقه او اي احتياج خاص ويتعرف على صديق له فاحنا نسميه ذا بيست بادي زين فيصيرون ربع م. م. فيبدون يطلعون مع بعض يروحون مع بعض يتعرفون على بعض يجي زوره هاي مبادرة بيست باديز. وبالنسبة للابتكارات والاختراعات اللي هم قاعدين يسوونها انا ما عندي تفاصيل وايد عنها لكن انا بتكلم بشكل عام عن الشباب اللي قاعدين يقدمون مبادرات حق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. في قطر في اهتمام كبير. عندنا جهة اي سي تي اللي هي وزارة الاتصالات والمواصلات عندنا في إدارة خاصة لخدمة الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصه بجميع فئاتها نعم. فهذه الاداره اسمها اداره مدى اكيد سمعتوا عنها. سمع عنها مدى, مدى العالم كله يفتخر فيه ويتكلم عنه نعم. هم قاعدين يقدمون تكنولوجيا مساعده لكل من عنده احتياج خاص فمدى ايضا الدوله اعطتها دعم قوي وعندها ميزانيه قويه تدعم اي صاحب فكره مشروع او ابتكار او اختراع لخدمة هالفئة. جميل. واليوم يعني من الاشياء المميزة اللي قاموا يسوونها ان يسعون الى انه يخلون قطر كلها وكل مؤسساتها وكل الويب سايتس والتكنولوجيا اللي عندهم تكون اي شخص من اصحاب الاعاقه البصريه الكفيف او المكفوفين او اعاقه سمعيه اللي يتكلمون بلغه الاشاره يشوف فيديو مثلا او يسمونه النفاذ الالكتروني. فلازم كل المؤسسات توقع مع وزارة الاتصالات والمواصلات ومدى وقاعدين يسعون وراء المشروع دي ويدعمونهم كل التكنولوجيا الموجودة جميل. بحيث أن قطر شرح. تكون الدولة الأولى اللي في العالم أي خدمة عندنا تتقدم بجميع الطرق سواء كان الإنسان العادي أو لذوي الاحتياجات الخاصة أيا كانت احتياجاته ما شاء الله زين آه. ودنا نتكلم عن محمد الجفيري عن آه. الابتكار اللي والاختراع اللي قدمته انت وشون الاختراعات والابتكارات اللي قدمتها سابقا طبعا انا عندي آآ آآ اختراع سيدو سيدو اللي هو سي ان دو يعني شوفوا فعل هذا الاختراع صادني حادث في رجلي هذا الحادث خلاني انتبه لفئه ما كنت اعرف عنها اي شيء فئه ذوي الاحتياجات الخاصه فتعرفت عليهم اكثر وبما اني انا متخصص في مجال اعداد القاده قررت اني انا اعمل لهم برنامج اسمه اعداد قاده من ذوي الاعاقه. م. فدعيت ثلاث اصحاب ثلاث اعاقات. الاعاقه البصريه والاعاقه الحركيه والاعاقه السمعيه. ايضا دعيت اهالي ذوي الاحتياجات الخاصه. فاما اهالي الاحتياجات الخاصه احنا ليش نقول يعني هي المظله الكبيره؟ <applause> الاحتياجات الخاصه تدخل تحتها مثلا فئه كبار السن فئه المراه الحامل فئة الولد العبقري في فئات كثيرة تدخل تحت الاحتياجات الخاصة أما ذوي الإعاقة هي الفئات الثلاثة الأساسية وبعض الإعاقات الثانية فالحمد لله نجحت مع الكل في الدورة وكانت ست شهور إلا فئة الصم مم. كان عندي مترجمين لغة إشارة معي بس تفاجأت أنه ما قاعدين يفهمون شنو اللي بالضبط اوصله لهم مثلا كلمه ما 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 فهموها في مجال الاصم يشوف ماي أيوة. او قهوه فيعرف شنو قهوه لانه شافها بعينه يشوف كرسي يعرف كرسي لانه شافها بعينه صح ورقه شافها يعرفها بعينه صحيح اي شيء الاصم ما يشوفه صعب انه يفهمه مثلا كلمه مهم شنو يعني مهم؟ اسالني مهم يعني شيء يعني شيء أساسي شيء مهم شيء شي اساسي, شي يعني. أساسي. شنو يعني اولويات؟ أولويات يعني لازم ترتب الأولويات يعني بالأهم والمهم والأفضل يعني. حلو. لكن ما لها ترجمة خلينا نقول لي صح تشرح هذا المفهوم لأصم؟ مهم كلمة. مهم كلمة يعني. مهم كلمة أولويات كلمة آه. طموح شغف مسؤولية عدالة لما الأم تقول حق ولدها أنت مسؤول عن ترتيب سريرك. مم. الولد العادي يعرف شنو يعني كلمة ترتيب وعرف شنو يعني معنى مسؤول لأنه آه. يشوف وايد الكلمة دي تتكرر في. صحيح. اماكن كثيره. الاصم صعب انه يفهمها، ليش؟ لانه يعني يعرف شنو انت ويعرف سرير لانه يشوفهم. مم. بس مسؤول وترتيب ما يعرف. فيبي له ان يمر في عده اختبارات واشياء يشوفها بعينه ويجرب صحيح. اشياء، فشنو ابتكاري؟ ابتكاري عباره عن روبوت ايوه يتخاطب مع الاطفال الصم بلغه الاشاره ويشرح لهم من خلال شاشه فيها فيديو هذه الكلمات من خلال عده قصص تنطرح عليهم. يعني مثلا كلمه الشجاعه. تطلع له عشر قصص بمعنى الشجاعه، فيروي القصه ويتكلم معه بلغه الاشاره لين ما الطفل يعرف شنو يعني شجاعه. فهني بدات عندهم تصير عندهم قاعده بيانات جديده يبدون يتعلمون كلمات صعبه انه كانوا يتعلمونها. جميل جميل <applause> اليوم <تصفيق> هذا سيدو مثل نعم. ما سميته سي ودو آه على سبيل المثال احد المؤسسات التعليميه مدرسه مركز شبابي يبون يطبقون هذه التجربة عندهم هل محمد الجفيري خلنا نقول الدافعية لتقديم هذه التجربة لكافة مؤسسات المجتمع في دولة قطر؟ أنا أخذت فعلا اختراعي وديته لعدة مؤسسات ومن بينهم المدرسة السمعية عندنا مدرسة إحنا متخصصة في قطر لتعليم الأطفال نعم. الصم أو ذوي الاحتياجات الخاصة السمعية اللي يسمون ضعاف السمع في المدرسة احنا شغلنا الروبوت وبداوا يلعبون فيه الاطفال وبداوا يتعاملون معاه وبداوا واستانسوا وايد. اكتشفت ايضا بالصدفة ما كان اي يعني من من ما له اي علاقة في بحثي الاساسي ان هذا الاختراع اطفال التوحد ايضا قاموا يستفيدون منه بشكل كبير. <تصفيق> <تصفيق> لقيت ان اطفال التوحد يستجيبون للغة الاشارة. يعني انت لقيت ايضا في شريحة ثانية شريحة ما كنت ابدا حاطها في البحث. ما <applause> فهذا الاختراع اللي آه اللي انا بديت فيه الحين ايضا من ناحيه دعم الشباب وان نراويهم الابتكار، نراويهم شلون يفكرون هم يسوون اشياء مشابهه او احسن منها. مم. احنا ودنا يعني انا هدفي اليوم لما مثلا اطلع في تلفزيون قطر ابي اطلع جيل من الشباب اللي يشوفون ترى مو بصعب احنا حاولنا بس بحثنا شوي زياده. اعطيت ساعه من من يومي للبحث ادور على الانترنت اطالع ابحث عن هالتقنيه، ابحث عن هالشغله. اي واحد يقدر يسوي ابتكار صحيح. ويقدر يوصل للشيء اللي يبي يعني يشوف فيه فايده للبشريه. وايد مشاكل نشوفها في حياتنا لناس فرصتك انت يعني لو لقيت مشكله صادفتك او صادفت حد من هلك <applause> ابحث عن حلول لها. صحيح. اطلع بابتكارات اطلع صحيح. مثلا بفكره جديده قد تغير مفهوم العالم لهذا الشيء وسجلها. فكر خارج الصندوق أي. طبعا. <applause> فكر خارج الصندوق، فكر انك تعمل لك شيء ينفعك. صحيح. زين طبعا ابتكار سيدو نبي نتكلم عن الصعوبات العراقيل اللي واجهتك قبل ما تخلص من هذا الابتكار. الوقت اكثر شيء كان بالنسبه لي. م. يعني الوقت كان وايد بالنسبه لي صعب أن انا احصل وقت بين بيتي ودوامي والدراسه انا حضر الدكتوراه. ما شاء الله. فالوقت كان صعب اني انا اخصص وقت معين دائما يعني عندي الشغف فكنت يعني كنت احيانا ما ما اقدر ارقد لان انا مخي شغال يفكر في يعني الموضوع يعني كان ياخذ منك وقت كبير؟ ياخذ مني وقت كثير لان انا احب مم. الفكره هذه ابي اطلعها بسرعه. بامكاني إنك كنت انا اخر الموضوع صحيح؟ بس انا كنت حابه يعني اشتغل فيه فقاعد اشتغل فيه بسرعه. اليوم في محمد خلينا نتكلم عن الهامك في هذا الابتكار هو الحادث نسال الله لك السلامه اللي هي المشكله اللي المشكله اللي صارت أي. لك، شلون خلينا نقول العراقيل اللي تواجهنا، المشاكل، الحوادث نجعلها الهام بالنسبه لنا على اساس ان احنا نوصل لهدف معين نبي نوصل له، هذه الكلمه الاخيره بيها منك في هذه الفقره. ما دام هي الكلمه الاخيره فانا بقول كلمه اتمنى ان الكل يحفظها يعني كل متابعين تلفزيون قطر يحفظون هالكلمه. المشاكل فرص المشاكل فرص أي مشكلة تواجهك في حياتك أي مشكلة أيا كانت هي فرصة صحيح. لا تخلي الفرصة،, الفرصة تروح من يدك بدون ما أنت تتعلم كيف تتجاوزها أو تتعلم كيف أنك تحولها لابتكار أو تتعلم شلون تحلها إذا حليت المشكلة لك أنت ممكن هذا الحل ينفع آلاف البشر الله الله يعطيك الصحة والعافية عافية. الله يرحم جزاكم الله خير احنا سعداء جدا بتواجدك معنا في برنامج حياتنا ونتمنى ان الرساله هذه وصلت بالنسبه للساده المشاهدين <applause> المشاهد الكرام وصلنا معاكم الى ختام حلقه اليوم من برنامج حياتنا نشوفكم على خير مع السلامه مع السلامه